اطلقتي؟ مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. اذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، ولينا في هذه السنوات الاخيرة كنشوفوا بزاف ديال مافيا العقار كيف كتجي وكتهجم على مجموعة ديال او كتستولي عفوا على مجموعة ديال الاراضي ديال الناس. كيكونوا الناس مثلا اما شارين ارضهم مسامحين فيها او مسافرين او لا شارينها مخلي واحد البقعة ارضية ديالهم مخبيها لدوار الزمن، تكتجي هاد المافيا هادي وكتحاول انها تاخذ رزق عباد الله. يعني تخيل ديك الواحد شحال ايام يحاول انه كيجمع ديك جوج درهم باش انه يدير ديك البقعه الارضيه ديالو ويخبي فيها رزقه الى اخره، كتجي هاد المافيا وكتاخذ له. دابا اليوم ما غنهضروش على مافيا العقار بصفه عامه لا، وانما غنهضروا على واحد العنصر اللي لربما خصنا نقول لكم انه كان خصو يكون قدوه وكان خصو انه يمثل المواطن على اكمل وجه بحال اللي كنقولوا او على احسن وجه. هاد الانسان هذا اللي كنهضروا عليه اليوم هو رئيس جماعه باقليم الحسيمه ومحامي في نفس الوقت برلمان. وبرلماني من الفوق، يعني تخيلوا برلماني محامي ورئيس جماعه، هادشي كامل ثلاثه ديال الصفات مجموعين في شخص واحد. هاد الشخص هذا استولى على اراضي على هكتارات مساحات كبيره ديال الاراضي كاينين تما في الاقليم ديال الحسيمه اللي كانوا بالاساس هاد السيده هادي وديال الورثه اللي هما خوته وما ثلاثة ديال الخوت. بقى ليهم ديك الأراضي وقع ليهم فيها شحال هادي واحد المشكل، بغى واحد الإنسان أنه يستولي له عليهم، مشاو داروا التعرض، شبروا الحمد لله فلوسهم، عوضاتهم المحكمة، خداو حقهم إلى آخره. من مور داكشي غادي يجي هاد الشخص هذا اللي حنا كنهضروا لكم عليه اللي رئيس جماعة، غادي يحاول أنه يستعمل السلطة ديالو بحال اللي كنقولوا الشطط استعمال السلطة، حاول أنه يستعمل السلطة ديالو ضد هاد الأرملة، ضد هاد الخوت اليتامى، باش ياخذ ليهم حقهم اللي هو شرعي اللي خلاه لهم ربي سبحانه وتعالى اللي عطاه لهم حق مشروع الارث ديالهم. جا وبغى ياخذ ليها ارضها، بعت ليه في الاول بحال نقول لك واحد الطريقه، وانا ما نحرق لكمش المراحل خليها يتعاود لكم، ولكن الطريقه اللي غادي تسمعوها الطريقه غير تصدمكم صراحه. يعني غتشوف شوف الانسان واحد كيفاش واحد الطريقه فنيه غادي كيف جا واحد بحال تكون شي مافيا كبير، جا وخدا ليهم واحد الارض ديالهم واحد الطريقه فنيه اللي ما اللي خلاهم يدوم على الماء بحال كنقولوا، لا حول ولا قوه الا بالله. عاودنا بالضبط كيفاش عرفتوا عليه، كيفاش جا عندكم بغى ياخذ عندكم هاد الارض، كيفاش بعتوا له، هما اراضي ماشي ارض، كيفاش خدا لكم هاد الممتلكات ديالكم كلها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا عندي الثقه في القضاء، وعندي الثقه محمد السادس اللي هو الملك ديالنا ملك الفقراء. كنطلب من القضاء ومن الملك ديالنا باش يرجع لي حقي من هاد السيد هذا، راه حقي وحق الورثه. انا واحد السيده ارمله محتاجه لدرهم ماشي لجوج، لدرهم. المهم باش بدينا مع هاد السيد وعرفنا، جا واحد السيد بدا 9000 المترو عمل الملكيه من جوج الهكتار و 2250، دا 9000 من الملكية، عيطوا علينا الناس، مشينا عملنا التعرض، ربحنا القضية، نزلنا له، خدينا حنايا حقنا. بقى من ديك جوج د الهكتار، بقات قطار و 3250، داها كاملة حفظة، ما بايعينها له شي. جان واحد القطعة أخرى كنا بعنا له حنا، فيها 3 د الهكتار وشي أمطار أخرى، بعنا له النص منها، داها تقريبا كاملة، يعني بعنا له 5000 دا 9000. كان قطعة أخرى الثانية بعنا له عاود واحد النص زاد نص آخر. كان قطعة الثالثة بعنا له منها، يعني في نفس النهار في نفس الساعة في نفس الشهر بعنا له قطعة الثالثة حتى هي دا منها. يعني بقيتو نتوما كل مره كتبيعوا بحال كتبيعوا لك، انا كنبيع لك شويه وانت كتاخذ ليا كلشي، كتاخذ لي كلشي. خلانا صدق انا شي ايام تبدا هو كيهددني انا بالحبس، ملي كنهضر معاه كيهددني بالحبس، كنقول له بغيت نعرف في الارض اللي بقات واللي ما بقاتش. كيفاش كيهدك بالحبس؟ كيقول لي سير بحالك، حيت انا كان عندي واحد المشكل تما، كيقول لي غندخلك عليه هنا الحبس، وانا ديك المشكل بيني وبين واحد اخر وخلصتو فيه وكلشي ديالو. المهم
الساعه اللي انا احنا جينا بحالنا كانت كورونا، جينا بحالنا جلسنا هنايا ما طلعناش. هاد الايامات طلعنا نشوفوا شني عندنا تما. مني طلعت انا نشوف شني تما، كان جبار هو عمل الكامبو ديال الكره، دا الارض كامله، يعني الارض اللي كان نبيعوا له حنا كيبنيها، وديالنا كيعمل طريق وكيعمل المساحه الخضراء، كيعمل رياضه عباد الله فين يلعبوا. اذا حنا ما بقى لنا والو تما. مني مشيت تخرجت انا فوتوغراف، كان جبار ديك الارض كامله، ما بقات لي منها حتى 3000 المترو، ما بقات لي شي حاجه. يعني كاع حنا نقولوا كاع حقكم في داك الارض مشى لكم، بحال جيتو يدكم لقيتو يدكم. السيد هذا يده طويله بزاف مع المخزن، مني كتهضر معاه كيقول لك مشي اعمل اللي عجبك، مشي للحيط. ماشي يده طويله، وانما حيت ما كاينش شي واحد اللي يده طويله. انا كنقول هو كيقول لي هو كيحاول دابا كيستعمل ديك السلطه ديالو في الدرويش، كيشوف انا عندي واحد البوست عوض انني نستخدمه في شي حاجه اللي مزيانه ينفع بها المواطن، انا كناخذ رزق عباد الله. فيما كنمشي عنده انا قبل من كورونا كنت كنمشي عنده، كيقول لي مشي من بعد مشي من بعد مشي من بعد. الساعه اللي رجعت من مور كورونا فاش مشيت عنده قال لي مشي حتى ما ندكني الحبس. رجع كيهدك، رجع كيهددني، تقول الحبس في يده هو. رجع كيهددني على رزقي. اول حاجه هذاك السيد خصو يوقف معايا يجلس معايا نعرف هادشي اللي عامل علاش. واش كاين شي واحد من مورايا كيمشي كيبيع له؟ انا مشيت للمحافظه جبت الوراق اللي حفظ مع الوراق ديالي انا باش بعت له الرخصه ديال البني اللي في الحسيمه كيسميوهم 2590، هما عندي هنايا كلشي عندي. دابا انا كنتجه من الله سبحانه وتعالى والقضاء ينصفني وعاش الملك عاش محمد السادس. مي كتحاول تحاول مثلا قول له ما قلتي ما حاولتش انك مثلا تشوفو غير يخلصك داكشي هذاك كيرخلصي داكشي اللي خدك، كيرفض حتى يشوفني كيرفض. اي حتى صاحبو اللي شارك معاه كيرفض، حتى صاحبو اخر انت عنده شركاء معاه هما ثلاثه بيهم ثلاثه بيهم كيرفضوا يتلاقاو معايا. بعدا واحد ما عنديش النمره ديالو، ما عرفتوش فين هو. اما اللي هو وياه كيكون هو وياه دائما كيجلسوا في القهوه هو وياه، كيمشيو يجي هو وياه، كيرفضوا حتى يتلاقاو معايا حتى يهضروا معايا ما كايناش. كنصوني في التليفون ما كيهزوهش عليا. فاتي عليه شي دعوه قضائيه؟ لا باقي عاد كنقول عادي نمشي نتخلص ونمشي نرفع عليه قضيه. رجعتي بحال دابا كتسنى ديك الصالير ديالك باش تمشي لتما وباش تفعوط انك واقفه عليه واقفه على وليداتك انك تصرف بيه عليهم، وهذا وليتي كتشبرهم كتبط الحوسيمه تمشي لتما باش انك تحارب مع هذا الرئيس هذا. عشان داكشي اللي كاين، حيت انا كنخدم بسميك ديال الدوله، انا كنخدم في شركه ما كنربحش اكثر من السميك. داكشي اللي كنشبرو كنمشي نقضي، يعني نسيت الدواء ديالي، نسيت ولادي، نسيت كلشي. عندي ولادي تما كنخدم عليهم انا. انا الراجل مات هادي دابا 15 عام باش مات الراجل، انا باقا هزه المسؤوليه ديال ولادي. دابا وليت انا ما كنخدمش عليهم، كنهز ونمشي نتخلص ونمشي نخسر على الارض اللي دا ليا هاد السيد هذا. دابا انا كنتمنى من الله نشوف القضاء شنو عادي يعمل معاه. وانا فكرت باش نوصل هاد الكلمه ديالي للناس اللي كتيق كتبيع وتعطي بالطهر وتمشي بحالها. لا، خصها تبيع وتكمل حتى يعبر ديالو عاد عتنية يمكن لا تمشي بحالها. اما تعمل هاد الثقه راه ما بقاتش الثقه لا في المحامي ولا في رئيس الجماعه ولا في برلماني ولا حتى شي حاجه. صحيح، كتشوف راسك انت بعتي بالوراق ديالك بعدود ديالك حب المسائل ديالك قانونيه ومشيتي على اساس عطيتي لواحد الموقع ارضيه، حتى كتتفاجئي كتلقاي انه استولى عليك على كاع الممتلكات اللي عندك تما، ما بقات لك حتى شي حاجه. ما بقى لي والو تماك. انا قلت لك انا من 7 الهكتار باقي لي تماك 3000 المترو. 3000 المترو انا شنو نعمل بها؟ نمشي نبيعها نشري بها قنب نجي في راسي؟ حتى انا عملت الثقه في هذا هاد السيد هذا. واخا هاد السيد ما كيعملش ماشي غير انا، كاين ناس اخرين، كاين ناس اخرين. السيد كتهضر معاه كيف ما كتبدا تهضر معاه، اذا قال لك سير بحالك بعد مني، سير انا ندخلك للحبس، سير انا نعمل لك. دابا انا وليت نخاف نمشي ونبان له تما، فهمتي؟ انت خفتي دخلك بالحياه، قلتي انت حليتي المشكل ديالك مع الاخر. لا انا اخر، شو انا كان عندي واحد شيك فيه جوج دمنايل،
السيد مشى عنده قال له انا عندي واحد الشيك ديال الفنانه فيه جوج دمنايل، عيط لا تخلصني اولا شوف ما تعمل معاها. عيطوا عليا الناس قالوا لي راه غادي يدفع لك الشيك. انا جيت هنايا هزيت كريدي من البنك وطلعت له جوج دمنايل ديالو وعندي الوراق باش خلص انا داك الشيك. خلصته هنا ومشيت عند وكيل الملك. يعني انت خلصتي السيد ما بقى كيسالك والو، ما كيسالني حتى شي حاجه. اذا علاش مازال كيهدك؟ هو دابا جاب له الله باقي انا ما خلصتش داك الشيك. انا هنايا خلصت هنايا ومشيت حتى تما للحسيمه دخلت عند وكيل الملك تما وعطاني الوراق باللي انا خالصه وعطاني الورقه باش نجي في الطريق باللي انا ما عندي حتى مشكل ما بقيتش متبوعه حتى بشي حاجه. وهو جاب له الله انا باقي ما خلصت كيقول لي سير انتي غندخلك للحبس في منظر كيهددني بالحبس. حول ولا شنو الرساله ديالك؟ شنو بغيتي؟ واش شنو باغا توصلي؟ انا بغيت الارض ديالي. انا حقك ما تنزليش على حقك، الورد ديالك ورد خوتك مازال باغا تنزلش عليه باي ثمن، باي ثمن ما تنزلوش عليه. انا بغيت الارض ديالي، الا بنى فيها يجر العماره ديالو، الا عمل فيها الطريق يقلع الطريق، اي حاجه عملها يهز يعطيني الارض ديالي. ولا التعويض؟ التعويض راه ما يقدرش يعاودني. الا بغى يعاودني راه التعويض ماشي ساهل باش يعاودني داكشي اللي دا. راه واحد القطعه دا منا قطار و 3250 هذه غير وحده، ما بالك بداكشي الاخر اللي مازال كاين داكشي اراضي اخرين. كاينه وحده اخرى فيها 3 د الهكتار دا منا 9000، بعت له 5000 دا 4000 زايده. كاينه قطعة أخرى فيها 3 د الهكتار بعنا له منا هكتار وشي حاجة، دا حتى هو منا علاين 3 د الهكتار، علاين جوج د الهكتار، خلى لي فيها هكتار. عندي كروكس حيت أنا مشيت عبرت وعملت كلشي، خرجت أنا فوتوغراف معايا، ما الأرض ما شاط لي فيها والو، 3000 د المترو ما هي حتى شي حاجة بالنسبة. والموقع الموقع جات في الموقع جات كتطلع على بحر في كربونيطا في كراز وكار، الناس كامله كتعرف ديك الارض ديال البن. اي واحد كتقول له ديك الارض كيقول لك دوله سيفيره، دوله سيفيره. الحمد لله ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدي ومتابعي قناه تبتبيك كما سمعتوا معنا، زعما صراحه لا حول الله هادشي كيدار في الخاطر. علاش؟ لان دابا كتشوف هادشي هذا ماشي من انسان عادي، ماشي من واحد المافيا اللي نقول هادشي يعني مولفه انها كتاجر في هادشي هذا، وانما من عند رئيس الجماعه، من عند برلماني، ومن عند محامي. يعني واحد الانسان اللي فيها ثلاثه ديال الصفات اللي هما واحد الصفات اللي نبيله، اللي كنوصلوا من خلالها واحد الرسائل، اللي كنمثلوا من خلالها المواطن، اللي كندافعوا عليه على الحقوق ديالو على الى اخره. جا واستغل الضعف هاد الارمله هادي، الضعف ديالها والضعف ديال خوتها اللي هي كتنوب عليهم بالوكاله ديالها في هاد الاراضي. بعت ليه اراضي، فكتفاجئ انه خذا هكتارات زايدين على اللي بعت ليه. وحقها فين؟ الا انت مثلا باغي يا سيدي باغي تاخذ كلشي، ما نشري كلشي ما خليه، اولا الاخر غادي نجي نعوضها. باقي مازال باغي دير مشاريع، غادي نشري من عندها. علاش غنضيعوا؟ علاش غنضيعوا واحد اخر في هادشي هذا؟ كتقول لكم هكتارات، يعني ما واحد ما جوج ما ثلاثه، يعني تخيلوا كل ارض شحال خداله منهم. اذا كنتمنوا ان الرساله ديالها تكون وصلت. وعنده الناس اللي كتخدم معاه، اللي كتخدم معاه اللي هي كتعرف هذيك الارض ديال البن كتخدم معاه، وعنده الناس اللي كدوز له التحفيظ، عنده الناس اللي كدوز له التحفيظ. كيفاش هو حافظ شاري قده في البيع ومحفظ قده؟ كاين حتى الناس مساهمه معاه في هذا الشيء هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. مع السلامة.